أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامج أسئلة عن الإيمان مع ضيفنا العزيز الفاضل القمّة زكريا بطرس. أهلا وسهلا. أهلا بك. في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين سنتناول البحث في موضوع الخمر وتحليله أم تحريمه في المسيحية، وأسئلة أخرى تتعلق في صلب المسيح وما شابه. لكن دعوني في ابتداء هذه الحلقة أن أشارك معكم ما يقوله الكتاب المقدس: فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب، ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح، مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. شكرا. هناك أحد الأسئلة، وهو أن الكثيرين يعتقدون أن المسيحية تبيح أو تحلل شرب الخمر، بدليل أن المسيح في عرس قانا الجليل حول الماء إلى خمر، فما هو الرد؟ بالتأكيد المسيحية لم تحلل الخمر، بدليل الآية اللي تفضلت حضرتك وارتها. نعم. ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة. نعم. وآيات أخرى كثيرة. نعم. ممكن نأتي لها، لكن الحيثية اللي أنت ذكرتها بتاعت أو الحجة والتبرير أن المسيح غير الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل. نعم. ودي موجودة في إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 2. نعم. فنلاحظ أن في الكلام لما المسيح غير الماء إلى خمر يقول كده رئيس المتكأ، يقول دعا رئيس المتكأ العريس وقال له: كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا، ومتى سكروا فحينئذ الدون، أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. اللي بيحصل في الخمر إن اللي بيشرب خمرة بيشرب الخمرة الجيدة في الأول، ليه؟ عشان يستطعم بيها. ولما الواحد بيسكر بتتخدر مناطق التذوق في الفم من السبرت والكحول، فما بيحسش إن كانت جيدة ولا مش جيدة. عشان كده رئيس المتكأ قال إيه؟ بيضعوا الخمرة الجيدة أولا يستطعموا بيها، ولما يسكروا بقى والمناطق تتخدر يجيب الخمرة الإيه؟ الدون. لكن ده الراجل يقول له: لماذا أبقيت الخمرة الجيدة للآن؟ طب وإيه اللي خلاك تحس؟ إيه اللي عرفك إن ديت جيدة؟ إلا إذا كانت أنعشت الوعي والإحساس ومناطق التذوق. ومن هنا نقول أنها ليست خمرا عادية. ليست خمرة، لأن لو خمرة عادية هتتشرب من ضمن اللي بيتشرب وما حدش يحس أهم سكارة. نعم. لكن الراجل فاق ودعا رئيس ودعا العريس قال له: إنما كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا، وما تسكروا فحينئذ، أما أنت فقد أبقيت الخمر جيدة إلى الآن. نعم. فإذا أنعشته، إذا ديت الخمر ديت لها رمزية أخرى. اللي حتى اللي بتقول إيه؟ لا تسكر، اللي أنت قريتها بالضبط: لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. نعم. فكان بينقل عملية السكر بالخمر إلى شيء آخر اسمه الامتلاء بالروح. نعم. والروح هو الروح القدس. نعم. ومرموز إليه في الكتاب المقدس بالماء. يقول: إن عطش أحد فليقبل إليه ويشرب ماء حياة، تجري من بطني أنهار ماء حي، أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس. فإذا المسيح بيأتي إلى العرس. نعم. ويحول خمر العالم التي تسكر إلى امتلاء بالروح القدس الذي ينعش. نعم. لكن الإنسان الطبيعي، الإنسان الجسداني الجسدي، لما يقرأ الكلام ده ياخد على حرفيته من غير ما يدرك، أوب امسك اعتراض.
لكن المسيحية مش مجرد كلمات والألفاظ عادية، لكن لها معاني روحية فائقة. ما هي هذه المعاني؟ المعاني الروحية هي الامتلاء بالروح القدس. نعم. فإيه الفكرة في الخمرة؟ الإنسان لما يبقى تعبان وحزين ومتضايق فبيشرب خمرة. ليه؟ عشان ينسى الإنسان. ينسى أتعابه. ينسى متعبه. لكن المشكلة بتتفاقم لما يفوق. نعم. يلاقي إن المشكلة كهنا. نعم. وأكتر منها كمان عملية التأخر دي اللي اتأخرها. نعم. بتعمل تفاقم للمشكلة. نعم. لكن اللي يشرب من الروح القدس واللي يمتلئ من الروح القدس مش بينسى مشاكله، لا ده ربنا بيحل مشاكله. نعم. لأنه حلال المشاكل. فيمتلئ بروح الله فيعرف مشيئة الله ويعرف قوة الله. ويعرف حل مشاكله. نعم. فهنا التشبيه بأن اللي بيسكر بالخمرة عشان ينسى مشاكله ومتعبه كحل هو بيراه. لا، يمتلئ بالروح ليجد الحل الأوفق. لطيف. نعم. وما تقول لي يعني متعارف بين أغلبية الناس أنه قليم الخمر يصلح المعدة أو قليم الخمر يفرح قلب الإنسان، ماذا تقول لهذا؟ هذا اعتراض يعني. نعم. بيقولوا عندكم برضو قليل من الخمر يصلح المعدة. وفي الواقع ما فيش آية عندنا كده. ما فيش. لا، في الآية منطقها. بولس الرسول بيكتب لتيموثاوس. نعم. يقولوا لا تكن فيما بعد شريب ماء. بل استخدم خمرا قليلة من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة. فهو كان عنده مرض استسقاء. أيوه. كل ما يشرب مية يشرب أكتر. فكان العلاج في ذاك الزمان علاج الحاجات كلها نسبة الكحول اللي موجودة في الخمور. بدليل أن السامري الصالح في المثل اللي قاله المسيح. نعم. لما شاف واحد مجروح نزل وصب عليه خمرا وزيتا على الجروح يطلع التطهير. أيوه. فاستخدم خمرا قليلا لأجل معدتك وأسقامك الكثيرة. فهنا تخصيص حالة خاصة. حالة خاصة. فاللي عايز يشرب خمرة تبع هذه المبدأ، خدت بالك، يستقبل بقى الأسقام الكثيرة علشان خاطر يحلل شرب شوية خمرة قليلة. نعم. فدي الفكرة. فإحنا ما عندناش المبدأ ده الكتاب عندنا بيقول حاجة غير كده. بيقول لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت وصاغت مرقرقة فإنها في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان. لا تنظر إلى الخمر، لا تشتهي الخمر، لا تنظر إلى الخمر، لا تشرب الخمر. نعم. تمام. على كده عايز أضيف إلى موقف المسيحية من الخمر. نعم. الموقف بتاعنا إيه؟ واضح من الكتاب المقدس. نعم. الأول نعرف درجات طاعات الخمر. إيه درجات طاعات الخمر؟ في منها الإدمان، إدمان شرب الخمر. وفي الدرجة الثانية مجرد طلب الشراب. يشرب. وفي درجة أخف قوي مجرد النظر إليها وجوده في مجلس الناس اللي بيشرب خمر. والكتاب المقدس في سفر الأمثال إصحاح 23 سفر الأمثال إصحاح 23 بيتكلم عن هذه الدرجات مجتمعة ويحذر منها جميعها. نعم. 23 أمثال إصحاح 23 ومن الآية 29 بيقول لمن الويل، لمن الشقاوة، لمن المخاصمات. نعم. لمن الكرب. لمن الجروح بلا سبب. لمن ازمهرار العينين. البلاوي دي كلها لمين؟ للذين يدمنون الخمر. ادي درجة الادمان. نعم. طب احنا ما احناش مدمنين خمر ولا حاجة. الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج
وممكن يكون الشراب الممزوج ده كوكتيل، او ممكن يكون شراب ممزوج للتخفيف بميه. حتى ده برضه محرم. نعم. شوف بقى الدرجه الثالثه بقى، لا تنظر الى الخمر اذا احمرت حين تظهر حبابها في الكاس وصاغت مرقرقه في الاخر تلسع كالحيه وتلدغ كالافعوان. وربط النظر للخمره بالايه اللي بعدها، يقول لك ايه؟ عيناك تنظران الاجنبيات وقلبك ينطق بامور ملتويه. يعني ربط النظره الى الخمر الشهوه بشهوه المراه الاجنبيه. من نظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، ومن نظر الى خمره ليشتهيها فقد سكر بها في قلبه. فمجرد النظر ايضا في الكتاب للخمره يعتبر خطيه، لان الكتاب بيعالج من الجذور. نعم. والمسيح رب الكتاب برضه بيمتدح عدم شرب الخمره. في سفر ارميا مدحه لعدم شرب الخمره فقال ايه؟ ثم صارت كلمه الرب الى ارميا قائله: نعم. هكذا قال رب الجنود: اذهب وقل لرجال يهوذا وسكان اورشليم قد اقيم كلام يوناداب ابن ركاب. أقيم كلامه، ده راجل كان تقي، الذي أوصى به بنيه إيه؟ أن لا يشربوا خمرا فلم يشربوا إلى هذا اليوم لأنهم سمعوا وصية أبيهم. شفت؟ إذن امتداح لعدم شرب الخمر. والرب نهى عن شرب الخمر تماما، الآية اللي احنا قرناها في الأول. نعم. إصحاح 5: لا تسكروا بالخمر بل امتلئوا بالروح القدس. فإذا على كل المستويات موقف المسيحية من الخمر أنها مرفوضة. 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 وغير محللة. وغير بل هي محرمة. محرمة. شكرا. هناك أيضا لا تزال ترد لنا أسئلة أخرى عن صلب المسيح. تقولون أن المسيح صلب، ولكننا نقول أنه شبه لهم وحاشا لله أن يصلب نبيه. فما رأيكم في هذا الكلام؟ اعتراضات كتير في الموقف ده، واحنا في البرنامج فات خدنا على الموضوع ده 5 حلقات. نعم. لكن ما فيش مانع برضو ان احنا نعم للمشاهدين الجدد والتساؤل نرد عليه. سؤال، انا عايز افهم سبب واحد. تفضل. ليه الاسلام الدين الاسلامي ينكر صلب المسيح؟ بس أنا عايز أفهم سبب واحد. نعم. من مشاركاتي من بعض الأصدقاء أنه كيف لله سبحانه وتعالى أن يصلب نبي له؟ هل الله لا سمح الله هو إله مجحف؟ حاشا. أي. هاي وجهة النظر، فهي تكريم لله وتكريم للأنبياء. حلو. تفضل. فما رأي صاحب هذا الفكر فيما قاله القرآن أن الله يرسل النبيين فبعضا كذبتم وبعضا تقتلون، وقوله وتقتلون الأنبياء بغير الحق. الله، طب الأنبياء هم بيتقتلوا، يبقى إيه القضية؟ طب أنت مش أنت بتقول المسيح نبي؟ تستكتر أنه يتقتل؟ طب ما في آيات قرآنية بتقول أنهم بيتقتلوا، اشمعنى ديت آه ودي لأ؟ مش كده؟ نعم. لكن ايه السبب الرئيسي ان هو المسيح؟ وبعدين ما فيش آية صريحة تقول ان المسيح ما اتصلبش. نعم. ولكن شبه لهم وما قتلوه وما صلبوه. نعم. ولكن شبه لهم. نعم. شبه لهم ايه؟ ما الرازي اتكلم على الحكاية دي. نعم. قال شبه لهم، يعني ايه؟ شبه لهم انهم قتلوه، ولا شبه لهم شخص اخر اتشبه ليهم؟ يقول لك هذا الشخص لم يجري الحديث عنه قبل شبه لهم. فأنت تقول أنه لا يوجد نفي قاطع في هذا الأمر. ده كلها تأويلات. أه. ده بالعكس، الإمام الرازي قال منطقا في منتهى القوة. قال لو كان الله يلقي شبه إنسان على آخر، يلقي شبه إنسان على آخر كمبدأ، يقول لك لاختلت الموازين. نعم. ليه؟ فربما فلان
يتزوج، بس قالها بالكلمة بتاعت اللي بتتقال يعني، يتزوج فاطمة وهي ليست بفاطمة، ولكن الله ألقى شبه فاطمة على عائشة فتزوجها على أنها فاطمة ولكنها عائشة. يقول لك يختل الموازين. فالمفسرون أنفسهم لم يبتوا في هذا الأمر، لكن حطوا الموقف إزاي يحصل، إزاي يكون. فالنهاردة المسيح كما تقولون أنه نبي يا أحبائي المسلمين، طب إيه المانع أنه يقتل؟ أخبر ما الداعي؟ لماذا نبي الله يقتل ويصلب؟ يقتلون الأنبياء بغير الحق. ثانيا بالنسبة للسيد المسيح، تمسكنا إحنا بسؤالك مهم، تمسكنا إحنا ليه بقضية أن المسيح اتصلب؟ لأن ديت الهدف الأسمى من مجيء المسيح، وهو الخلاص، خلاص البشرية. لأن الإنسان لما أخطأ حكم عليه بالموت، الله في محبته وضع خطة الفداء عشان يأتي فادي يحمل خطية الإنسان ويموت بدلا منه. ومبدأ الفداء موجود في القرآن، وفديناه بذبح عظيم. فالمبدأ موجود، مش كده؟ ففداء البشرية في شخص المسيح يفدي، لأن الذبائح والضحية لا تفدي البشر. يعني النبي محمد مكتوب عنه أنه ضحى بكبشين أملحين، وقال ليكن لحمكم عوض لحمي وآل بيتي ومن لم يضحي من أمتي، وليكن عظمكما عوض عظمي وآل بيتي ومن لم يضحي من أمتي. وقال لفاطمة إليك بأول قطرة من دماء الضحية تغفر لك ما سلف من خطاياك. لكن احنا بنرجع نقول ان الذبائح القديمة دي في العهد القديم كانت رمز لذبيحة المسيح، مش بديل، لسبب بسيط، ان الفادي لابد ان يكون مساويا لقيمة المفدي. ده لما جه يفدي ابن ابراهيم قال فديناه بذبح عظيم، يساوي هذه القيمة بل واعظم. فازاي الانسان ذو القيمة العظمى يبقى فداؤه خروف كبش؟ هل يتحمل الإنسان اللي بيجيب كبش ويذبحه كفدية لنفسه بعد ما يذبح الفدية أقابله كده يقوله إزاي كخروف؟ تشتيمة. يقول إزاي؟ قلت طب ماشي، أنت جبت خروف يفديك، تبقى أنت نفسك بنفس الخروف، يبقى أنت مساوي الخروف. لكن الفادي لابد أن يكون قيمته عظيمة. هو التضحية بالخروف وككفارة، كأنها هي رمز إلى الكفارة. نعم. لكن الخروف لا يكفر، لأن الخروف أقل من الإنسان. نعم. ده حيوان. نعم. لكن كان رمزا لفداء المسيح. يعني في العهد القديم كله كان رمز إلى فداء المسيح، لكن مش حقيقة في نفسها. وبعدين عايز أقول لك حاجة، مبدأ الفداء موجود في آية واحدة في القرآن في سورة المائدة. عارف بتقول إيه؟ وكتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. خد بالك في الآية دي، كتبنا على بني إسرائيل بالذات أن من قتل نفسا بغير نفس. يعني إيه بغير نفس؟ يعني بريء. نعم. لأن عين بعين وسن بسن ونفس النفس. فمن قتل نفسا لم تقتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ده بيساوي الناس كلها. فالمسيح الذي لم يقتل نفسا عندما صلب كأنما الناس كلهم قد صلبوا، كم قد ماتوا. لا شوف بقى بقية الكلام، يقول لك ومن أحياها، أحيا نفس اللي ماتت فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم. طب فين النفس اللي هي ماتت وقامت غير شخص المسيح؟ أذكر آية تقول بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. أيوة. هل لك أن تشرح لنا هذه الآية؟ هو ده الفداء. نعم. إن ما فيش غفران إلا بسفك دم، وده مبدأ مأخوذ به عند اليهود وفي الإسلام وفي المسيحية. فاليهود بيقدموا ذبائح، والإسلام بيقدموا الضحية ذبائح،
والنبي محمد قال لفاطمة إليك بأول قطرة من دمائها. ما هي أهمية الدم هنا؟ يعني مكتوب في بداية الخلق أن الله غطى عورة آدم وحواء بأقمصة من جلد، وهناك شيء له علاقة بالدم. نعم، ذبيحة، لأنه لما آدم أخطأ وتعرى لأن الخطية فضيحة. نعم، فالله سمع هذا الرمز ليه عشان خاطر يبقى رمز إلى الفداء. جاب ذبيحة ذبحها، سال دمها عوض دمه، وكساه بجلدها، رمز إلى بر المسيح اللي بيغطي الإنسان، بر صلاح المسيح. نعم، طهارة المسيح بتغطي الإنسان. فأنت تقول أن المسيح هو كفارة للناس لخطايا العالم، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط. نعم، بل لخطايا كل العالم أجمع، لكل، مش مهم مسيحي مسلم ملحد، بس المهم أنه يقبل. هو المسيح مات عن الكل. نعم، كأنه رصيد مدفوع. نعم، بس اللي ياخده يقبل إيه؟ يقبل المسيح أنه فادي لنفسه. نعم، اللي يؤمن بأن المسيح ده فادي نفسه فداء، فيصير له بركات الفداء. وتغفر كل خطاياه، لأن المسيح على الصليب قال اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. ما هي علاقة الفداء بالخلاص؟ هنا ندخل إلى عمق أكثر شوي. الفداء يعني واحد بيموت بدل التاني. نعم، طب يموت بداله ليه؟ لأن التاني لو مات رح يهلك في نار أبدية بخطيته. نعم، فلما بيحصل الفادي بيخلصه من الموت في الأبدية عشان يديله حياة أبدية، مات بداله. مش كده؟ نعم، فيبقى آدم مات بداله، فيبقى الإنسان لا يذهب إلى جهنم النار الأبدية طول ما هو واثق أن المسيح مات بداله وعايش في حياة المسيح. عشان كده الكتاب يقول إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع. من دول؟ السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. نعم، بقوا طبيعة جديدة بيمشوا في حياة جديدة. نعم، أخذ الغفران، أخذ خلاص المسيح، بيتمم خلاصه بخوف النار. نعم، إذن هل هناك أي طريقة أخرى يستطيع الإنسان أن يخلص فيها؟ الكتاب واضح في الحتة دي. بيقول ليس بأحد غيره الخلاص. أي من هو غيره؟ المسيح. المقصود في هنا المسيح. المسيح. نعم، لأنه ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. وعشان كده المسيح اسمه سموه يسوع، والملاك لما قال للعذراء تسموه يسوع ادالها السبب، كلمة يسوع يعني مخلص، يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص الناس من خطاياه. نعم، كلمة يسوع تعني لأنه المخلص، المخلص الذي يخلص الشعب من خطاياه، من خطاياه. جميل جميل. ماذا تقدم، هل لك رسالة تقدمها للمستمع في هذا الوقت عن الخلاص؟ هل تريد أن تقدم دعوة خاصة لأي إنسان؟ بالتأكيد. تفضل. يعني لما الإنسان الراغب، الراغب في أن تكون له حياة فاضلة وحياة أفضل، لأن عدم الرغبة ضياع. نعم، لأن السيد المسيح وقف قدام أورشليم وقال لها يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراغها تحت جناحها ولم تريدي، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، خرابا دمار. لأنهم مش عايزين، رافض. وعشان كده المسيح يقول إيه؟ أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب، باب قلبه بإرادته، أدخل إليه. فإذا الموضوع محتاج إلى أن الإنسان يريد. نعم، يريد أن يحيا حياة فاضلة، حياة روحية، حياة سامية. وإذا أراد يطلب القبول، يطلب، يطلب من المسيح أنه يخلص نفسه، يطلب المسيح أنه يسكن في قلبه، يطلب المسيح أنه يغطيه ببره، يطلب. ولازم يكون ندمان على الخطية
وعازم ان هو يعيش حياه مرضيه قدام ربنا بمعونه المسيح وقوه المسيح، لان المسيح بيعطي قوه للانسان ان يعيش الحياه المقبوله. فهي مجرد الانسان يبقى راغب. فهل عندك رغبه يا عزيزي المشاهد انك تعيش مع ربنا؟ ان كانت لديك هذه الرغبه، اعلم انه الان المسيح ممكن يقبلك ويغفر خطاياك ويديك رجاء لحياه جديده. بس اطلب منه، اساله تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأ يفتح لكم. وصلي قل له يا رب ما تسيبنيش، انا عايزك ومحتاج لك. وثق لو مشيت له خطوه هيمشي لك خطوات، يمشي سنين. ورجائي وطلبتي وصلاتي الى الله وصلاتنا كلنا ان الله يلمس قلوب كثيرين الان في هذه اللحظه ويغيرها ويعطيها حياه جديده. امين. امين. شكرا. عفوا. عزيزي المشاهد، لقد سمعنا ماذا يقوله الكتاب المقدس، وسمعنا ما يقوله أيضا الناس عن المسيح، وسمعنا ماذا يقول المسيح عن نفسه. إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، وهو يقول لك في هذا الوقت أنا دا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي آتي إليه وأتعشى معه، ويكون لك سلام مع المسيح. وإن أردت أن يكتب اسمك في سفر الحياة وأن تعيش في جنة النعيم حيث ما لم ترى عين ولم تسمع به أذن ما أعده الله الذين يحبونه، تعال إلى الله وبكل قلبك واعترف أن وأقول يا رب أعترف لك أنني أنا إنسان خاطي وأعترف بخطاياي وأريد أن أتوب عن خطاياي وآتي إليك كما أنا وأعترف بيك كمخلص شخصي لحياتي، وأترجاك وأطلب منك أن تكتب اسمي في سفر الحياة كما أحيا لك، كما أمجدك في حياتي وأحيا معك في سلام وفي النعيم الأبدي حيث ما لم ترى عين ولم تسمع به أذن ما أعده الله للذين يحبونه. شكرا أعزائي المشاهدين، واللقاء في حلقة أخرى. بركة الله معكم جميعا. آمين.